أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي إني اصطفيتك على برسالاتي وبكلامي
إن الذين